qui arrête la balle. Le ballon est toujours algérien. Oh, du poteau droit du gardien de Hirar. Toujours 0 partout entre la sélection algérienne des U17 et la sélection libyenne. الذي قدم شوطا رائعا المساحات موجودة والانطلاقة جزائرية زولياني على الجهة اليسرى سيعتمد على سرعته عرضية زولياني جول 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 الكرة بالقدم اليسرى انطلق زولياني وزع الكرة ظننتها مرت وعبرت حاضر يا محمد عمر لتضعها في الشباك إلى رمية تماس يلعب بسرعة تماس عادة جزائرية للاعب النشيط محمد أوشاش يقطع الكرة في منتصف الميدان وصلت دفاعية حاضرة عادت من جديد رائع جدا في هذه المباراة محمد عمر من بين الأسماء البارزة رفقة زولياني إضافة إلى مساوي الظهير الأيسر صراحة الموهبة موجودة بالشكل الرائع يراوي محمد عمر وانطلاقة من لاغا على في وسط الميدان الكرة بالراس العودة للمنتخب الجزائري مراوغة مميزة محمد عمر ستتعلم كثيرا بحول الله وقوته من مثل هكذا أخطاء في المستقبل بحول الله وقوته العرضية داخل منطقة الجزاء لمصلحة المنتخب الجزائري شاهدنا فيها كل شيء الاندفاع البدني في منطقة الجزاء قراءة دفاعية رائعة والصد بالراس من قبل مسجل الهدف الثالث جبريل تحولت الكرة الجزائرية فجأني صراحة محمد عمر بأدائه